هذا سائل يقول: جعلت مهر بنات الأربع واشترطت مهر كل واحدة حفظ القرآن الكريم والخلق القويم، ولم أطلب درهما واحدا، فما حكم الشرع في ذلك؟ يعني قصده اشترط على الزوج أنه يحفظها القرآن الكريم، هذا صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوجتكها بما معك من القرآن. فإذا زوجت بنتك على واحد وشرطت أن مهرها أن يحفظها القرآن، هذا صحيح. نعم.